إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الأضحية شريعة من شعائر الله، وشعيرة من شعائر دينه، وشريعة من شرائعه التي شرعها لعباده. وليست الأضحية عادة من العادات المتوارثة ولا تقليدا من التقاليد الاجتماعية، بل هي عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله وتتحقق بها مقاصد عظيمة ومشاهد إيمانية جليلة نذكر منها. الأضحية عبادة وليست عادة. الأضحية عبادة وليست عادة، لها مقاصد عظيمة. من تلكم المقاصد: المقصد الأول مقصد التوحيد وشهود مشهد إفراد الله بالعبادة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي ذبحي، قرنها الله تعالى نسك، قرن الله تعالى مع الصلاة لنعلم أنه عبادة. وقال ربنا جل وعلا: فصل لربك وانحر. ويتجلى هذا المقصد عندما يذكر الذابح اسم الله تعالى وحده فيقول: بسم الله والله أكبر. فتعلمنا الأضحية، ونتعلم من هذه الشعيرة، شعيرة الأضحية، نتعلم منها أول درس، درس التوحيد. ويلزم من تحقيق هذا المقصد ترك مظاهر الشرك كلها وعدم الذبح لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لشيطان مارد. أول درس سنستفده من هذه المناسبة الأضحية هو درس التوحيد وعدم الشرك بالله. فالشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه ولم يتب منه. المقصد الثاني مقصد تعظيم شعائر الله وشهود مشهد الإجلال لله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنتعلم من الأضحية تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شعائره وشرائعه، ويلزم من ذلك عدم الاستهانة بشيء من شعائر الله وشرائعه التي شرعها لعباده. درس الثاني تنتعلم تعظيم شعائر الله، تعظيم الله سبحانه وتعظيم شرعه. المقصد الثالث مقصد تقديم حب الله على كل محبوب وشهود مشهد محبة العبودية لله وحده، اقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام
حين قدم محبة الله وطاعته على محبة فلذة كبده وثمرة فؤاده. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأول قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. درس ثاني تنتعلم من الأضحية تقديم محبة الله على كل محبوب، لأن إبراهيم عليه السلام قدم طاعة الله ومحبته على محبة ولده. المقصد الرابع: تقوى الله وشهود مشهد التقوى، ويتجلى ذلك بذبح الأضحية طاعة لله. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إذن فنتعلم من هذه الأضحية درس الثالث أو الرابع: تقوى الله جل وعلا، وذلك بامتثال أوامره حين أمرنا بالذبح له سبحانه وتعالى. ويلزم من ذلك اجتناب المعاصي كلها ما ظهر منها وما بطن، وطاعة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. المقصد الخامس: مقصد شكر الله تعالى على نعمه وشهود مشهد الاعتراف بالمنة لله وشكره على ما سخر لنا من الأنعام، ويتجلى ذلك في ذكر اسم الله عليها وتكبيره امتثالا لقوله تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. المقصد الخامس هو مقصد الشكر، شكر نعم الله سبحانه، أن نكون من الشاكرين لنعمه المعترفين بمننه سبحانه وتعالى. ويتجلى ذلك في قوله جل وعلا: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وقوله: ليشهدوا منافع لهم، واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم عند ذبح أضحيته حين قال: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك. فالأضحية تتعلمنا أن نشكر النعم وأن نكون من الشاكرين لنعمه وأن لا نكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. المقصد السادس: تعلمنا الأضحية التضحية بكل نفس بكل نفيس، التضحية بالنفس والنفيس في سبيل طاعة الله، التضحية بالنفس والنفيس في سبيل طاعة الله جل وعلا، وذلك اقتداء بإبراهيم عليه السلام حين ضحى بولده وفلذة كبده، واقتداء بولده إسماعيل حين ضحى بنفسه طاعة لربه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هذا الدرس السادس، أن نستفيد تضحية، أن نضحي بالنفس بأنفسنا وأن نضحي بما نملك طاعة لله جل وعلا. فنتعلم من الأضحية درس التضحية، ويلزم من ذلك ألا نبخل بشيء في سبيل الله ونصرة لدينه سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني بالله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، فمن مقاصد الأضحية أيضا المقصد السابع: تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وشهود مشهد الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ويتجلى هذا المقصد في الاقتداء بخليل الله إبراهيم وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذبح الأضاحي، فذبح الأضحية سنة إبراهيمية وشرعة محمدية. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنتعلم من الأضحية درس المتابعة،
للنبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك عدم التقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم، وعدم الابتداع في دينه صلى الله عليه وسلم. المقصد الثامن تحقيق مقصد ذكر الله وشهود مشهد الذكر، امتثالا لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فنتعلم من الأضحية الإكثار من ذكر الله، ويلزم من ذلك عدم الغفلة عن ذكر الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار. إذن هذا الدرس الثامن والمقصد الثامن اللي كنستافدوا من الأضحية، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا شرع لنا الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام المباركات. المقصد التاسع تحقيق مقصد الرحمة والرفق بالحيوان وشهود مشهد الرحمة بالخلق، ومن صور ذلك عدم تحديد الشفرة أمامها وعدم ذبح الأضحية أمام الأخرى. بالأمور اللي كنتعلموها في هذه المناسبة الرحمة والرفق بالحيوان، فلا نذبح أضحية أمام أختها، ما نذبحوش وحدة قدام أخرى، وما نمضيوش يعني السكين أمامها رحمة بها. فنتعلم درس ماذا؟ درس الرحمة والرفق بالحيوان، عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويلزم من ذلك عدم إلحاق الأذى بالحيوان، ومن باب أولى كف الأذى عن بني الإنسان. المقصد العاشر تحقيق مقصد الإتقان وشهود مشهد الإحسان، ومن تجلياته أن تحد شفرة ذبح الأضحية، امتثالا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فنتعلم من الأضحية إتقان العمل، ويلزم من ذلك اجتناب الغش في العمل. نبينا عليه الصلاة والسلام مرنا باش نبغيو نذبحوا الأضحية نمضوا السكين ونحسن ذبحها باش ما نعذبوهاش، نحسن ذبحها. فنتعلم درس الإتقان والإحسان في العمل. المقصد الأخير تحقيق مقصد مواساة الفقراء وشهود مشهد التصدق على المحتاجين، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. فتفقدوا عباد الله إخوانكم المحتاجين. كثير من الناس هذه السنة بسبب غلاء الأسعار زاف الناس ما قدروش يدفعوا الأضحية، فتفقدوا المحتاجين، تفقدوا جيرانكم، يعني تصدقوا بما يتيسر لكم من ضحاياكم. إنسان يعطي الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل من الثلث ليتيسر، تفقدوا إخوانكم ممن لم تتيسر لهم الأضحية هذه السنة بسبب غلاء الأسعار. هذا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما يحب ويرضى، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، وأن يحفظه في ولي عهده وسائر أسرته. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم فرج عنهم كربتهم، اللهم فرج عن إخواننا كربتهم، اللهم كف عنهم أيدي الظالمين، اللهم كف عنهم أيدي الظالمين، اللهم كف عنهم أيدي الظالمين، اللهم وعليك باليهود الظالمين، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، وأنت أرحم الراحمين. ولا تنسوا رحمكم الله أن تخالفوا الطريق، وأخلصوا النية فيما تضحون به. وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول هذا الذي سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.